هكذاك حتى ديك في تفكرنا في خلق السماء. شي واحد راه يصوني عند التليفون. لا غير هذا التليفون عندك. شي واحد راه التليفون بعده. طافي كاع ما كانش. حسن حيد حسن التليفون ديالي. ماشي قضية التليفون راه شي حاجة تما. الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أنا آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد صدق الله العظيم. كاين هذاك عنده كاين والله يعطيك الصحة على هذا الكاس وكاين أشهب الله يعطيك الصحة وكاين حتى واحد الكاس هذا ديال كيقولوا له ديال التقهيم كاين علماء اللي يخالفوا المذهب بزاف كيخالفوا بزاف بحال ابن عربي في يخالفوا الإمام مالك ابن العربي في 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 أحكام الحكام يخالف بزاف المذهب
الحين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد فلقد قمنا برحلة موفقة إن شاء الله عز وجل، وكانت ممرمجة بين الإخوة ومن طرف الإخوة والأساتذة في مدرسة الفتح، والتي هي وجهتنا إلى عين ألمو، ونحن الآن على جبل عين ألمو والذي فيها المناظر، أي هذا الجبل الخلابة بوجود الأساتذة الأفاضل وبجنب الأستاذ الفاضل سيدي محمد الغزال، سيدي حميد زهري، سيدي ياسين طليح، وسيدي مصطفى مفتاح فتح الله عليك وعلينا أجمعين، سي يوسف حدوش، وسي العوني القاسمي، وسيدي محمد أيوب، سي سكور مقدم، سي منير عنيد، سي سرحاني بالخير، سي عمر ومحمد، وسي الملكي، ما هو اسمك؟ عبد اللطيف، سي عبد اللطيف، والمصور والساهر على تسجيل وتوثيق ما يدور في هذه الجلسات وفي هذه الرحلة، سي رشيد الوكيلي. فنسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الرحلة رحلة إيمانية، رحلة تدبرية، رحلة تأملية. وقد فطرنا وأكلنا وشربنا ولله الحمد، وقد جلسنا في هذه اللحظات وكتبنا بعض الكلمات على عجل في تذكير وتوثيق هذا اللقاء. فقلنا عين ألمو على عيني يا إخوتي عضدي وعيني، شربنا وأكلنا معا بين الأشجار قرآن إخوتي، أي تلاه سي عبد اللطيف، مستملحات وتنكيت، وأغلبها كانت من إلقاء سي عمر ومحمد، فرح ومنظر مع الخلان كما ترون وتشاهدون، جمال أحبه الله تعالى، إن الله جميل يحب الجمال، وهو جميل ذو الجمال والجلال، ذكرنا الله واجتمعنا وقصرنا الصلاة وسنقصر الصلاة بين الأنوار، أمن وأمان نعيشه، خير واستقرار ببلادي، اللهم أدم نعما علينا ولا تسلبها عن أحد ببلادي وعن بلاد المسلمين أجمعين، وصل اللهم صلاة دائمة على النبي محمد المختار وآله وصحبه دوما وعلى التابعين ونحن معهم يا إلهي. فالجمال يحبه الله عز وجل كما سبق، إن الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم الله جميل يحب الجمال، فينبغي أن نتذوق هذا الجمال. للأسف مفهوم الجمال مفهوم فهمه الناس أو بعض الناس على عوج، وفهمه على خلاف ما أراد الله أن يكون عليه الإنسان في فهمه للجمال. الجمال يذكرنا بعظمة الله عز وجل الذي خلق وأتقن كل شيء، فحينما تتأمل شجرة بجذورها، أشجار بجذورها وأغصانها وفروعها، تعطيك جمالية في الشكل. كذلك الورود والنباتات والأزهار والتشكيلات الجبلية، فتوحي بأشكال هندسية، وهذه الهندسة إلهية لم تمسها يد إنسان، وإنما وضعها الله عز وجل منذ أن وضعها فهي كما هي للتدبر. وقد سبق الأستاذ عبد اللطيف الملكي أن قرأ قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض.
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. فحين الإنسان يأخذ نبات نبته فيتأملها بشكلها ولونها فقد يعلم وقد لا يعلم ما هي الحكمة التي أرادها الله عز وجل لهذه النبتة أن تكون بهذا المكان وبهذا المكان وبهذا الشكل. لا شك أن كل نبتة وكل شجرة تؤدي دورها، إذا وجب المحافظة على جمال الطبيعة، ولأن الله صاحب الجمال والجلال والكمال سبحانه وتعالى، فنحن خلقه جمال تتجلنا فينا الجمالية، صورنا الله عز وجل فأحسن تصويرنا، وبهذا الشكل عينان في أماكنهما، أذنان في أماكنهما، فلو جاء من جاء يخطط ويهندس ويصمم لشكل الإنسان فيغير العين عن مكانها يكون تشويه لخلق الله عز وجل، يكون تشويه لخلق الله عز وجل. إذن فهذا الجمال يجب أن يستغل وأن يفهم على حق من أجل التدبر والتأمل في خلق الله عز وجل. لماذا لا نسيح في الأرض؟ من أجل التدبر، لأن السياحة في الطبيعة هي راه عبادة، هي عبادة، ولا يفهم أنها لبعض الناس فقط، لبعض الناس. فحينما نأتي إلى مثل هذه الأماكن أول نساهم في السياحة الراقية، ثم أننا نذكر الله عز وجل وندعو لأنفسنا ولبلدنا بالأمن والأمان والاستقرار. فالجمال نعمة والسياحة نعمة، ولذلك الإنسان فالعمر الذي يعيشه ما يعيشه في السياحة وفي السفر. لذلك نجد بعض العلماء عاشوا في أماكنهم، لم يسافروا ولم ينتقلوا إلى مكان آخر، فلم يكتب لهم أن نسافروا وأن تعرفوا على أماكن أخرى وعلى أناس آخرين وعلى، فلو لم يسجلهم علمهم أي سجلوا العلم وكتبوا العلم لما عرفوا. ولكن هناك بعض الناس أو بعض العلماء لم يدونوا ولم يكتبوا علمهم ولم يكن لهم علم، لكن كانت لهم رحلات ولهم سفر، فصار صيتهم أو انتشر صيتهم وخبرهم في الآفاق أكثر مما انتشر أولئك العلماء الفطاحلة الذين كتبوا وألفوا. مثلا ابن بطوطة، وما أدرك ابن بطوطة، ومن لا يعرف ابن بطوطة؟ يعني العالم كله يعرف ابن بطوطة، وكتبه وكتابه ترجمت إلى أكثر لغات العالم. هذا الشخص مع أنه سافر يعني سفرا طويلا. إذن السفر إما أن يكون عن قرب وإما أن يكون عن بعد، فهذا كذلك ولو كان عن قرب يعتبر سفرا. فالإنسان في كل مرة إن شاء الله يخرج الإنسان لمثل هذه النزهات وهذه الرحلات، فنسأل الله عز وجل أن يديم علينا نعمه، خصوصا أن هذه السنة سنة استثنائية بكل صراحة. نحن الآن منذ سنين ولم نرى ولم نشاهد مثل هذه المناظر، حيث ما مررت إلا وترى الأزهار يعني على أشكال وعلى ألوان. فالحمد لله، اللهم أديم علينا نعمك، والحمد لله رب العالمين. وأعطي الكلمة للأستاذ السيد محمد الغزال. حتى ننظر ماذا عدى بما جادت به قريحته. وصلى الله وسلم وبارك على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه من اقتدى بهديه صار على نهجه إلى يوم الدين. إذن بداية نشكر أستاذنا وشيخنا سيدي أحمد يخلف على هذه
كلمة ولا يسعني إلا أن أقول فيه قول شاعر متنبي: قطف الرجال القول وقت نباته، وقطفت أنت القول لما نور. دعو الله عز وجل أن ينفع بك. مع هذه الوجوه النيرة طيبة، مع هؤلاء أساتذة العلماء الأجلاء، شاء الله عز وجل أن نلتقي في هذا اليوم في هذه الرحلة. ونحن نعرف أن في تراثنا رحلات كما ذكر أستاذنا الفاضل، وأود أن أشير إلى أن كثيرا من المصنفات بدايتها أو كلها كتب في النزهة. مثلا ما كتبه ابن مالك، قيل إن اللامية التي كتبها كان في نزهة في رحلة، ورأى أن بعض المصادر لم تذكر في الألفية ففتح الله عليه في تلك النزهة. وفقهاؤنا أيضا كتبوا في آداب الرحلة، في الشيخ إذا خرج للرحلة وخرج معه طلابه، ما هي الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها طلبته معه في أدب المماشات والتكلم وغير ذلك. إذن الرحلة أو النزهة هي فرصة للتأمل لإحياء عبادة أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو التأمل والنظر في هذا الكون، في هذه الطبيعة التي هي شاهدة على قدرة الله وعلى عظمته. إذن أجدد الشكر لكل من ساهم في هذه الرحلة، وندعو الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناتنا. والسلام عليكم ورحمة الله. سي عمر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا هذا اللقاء المبارك في هذه الرحلة المباركة بين هذه النجوم النيرة. سأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا على محبته أن يوطد أسرة هذه المحبة بين هذه القلوب، وأن يحفظها من كل سوء ومكروه. أجدد الشكر لأستاذي وشيخي الفاضل سيدي حمدي خلف الذي جمعنا، سأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع به وأن يجمع لديه كل خير، وأن يوفقه إلى ما يحبه ويرضاه. سأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه على هذه المهمة وعلى هذه المسؤولية الكبرى التي تستحق الدعم. سأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه. إذن أحبابي الكرام، بعد سنة دراسية كلها جد واجتهاد، الله سبحانه وتعالى يسر لنا هذه الرحلة لنجدد أواصر المحبة والأخوة، وكذلك أن نوطد عرى هذه الصداقة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن هذه القلوب التي اجتمعت على محبته أن يديم محبتها ومودتها، وأن يحفظها من كل سوء. وأقول قولي هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع إلى ما يحبه ويرضى. والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم السلام كثيرا يوم الدين. وبعد، فبداية نشكر الإخوة جميعا على رأسهم أستاذنا الفاضل السي أحمد جزاه الله خيرا، الذي به ومن خلاله اجتمعنا سواء في المدرسة أو خارج المدرسة. فنسأل الله عز وجل أن يوفقه وأن يسدد خطاه وأن يبارك فيه وأن يعينه على هذا العمل الشاق والصعب. فكما سبقني الإخوة، فنحن الآن في رحلة وفي نزهة، وما أحوجنا إلى مثل هذه الجلسات وإلى مثل هذه الخرجات وإلى مثل هذه النزهة من أجل أن نتعارف أكثر، ومن أجل أن نجدد الصلات فيما بيننا ونجدد العلاقات،
ونتحاب فيما بيننا ونجدد الأواصر، خصوصا ونحن على وشك نهاية السنة الدراسية والنفوس قد ربما أوشكت على الملالي والتعبي والنصب وهكذا، فتحتاج هذه النفوس إلى أن تعيد أو تستعيد نشاطها من جديد، أن تستعيد النشاط من جديد وأن تتفسح وتتأمل. والحمد لله فمثل هذه الخرجات فيها تأمل وفيها نظر وفيها تفسح وفيها هذه الأشياء، وما يعني يجعل هذا المجلس جميلا أو هذه الرحلة جميلة أن فيها أساتذتنا الكرام وفيها الأطر الإدارية وفيها يعني تولي كتاب الله عز وجل وفيها شيء من الشعر، شعر الأستاذ ديالنا الفاضل سي حميد خلف، وننتظر شاعرا آخر هو الآن في يعني يعد العدة، وربما سيكون يعني واحد آخر بعده، فنسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع ونسأله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الشكر للسادة الأساتذة الفضلاء وعلى رأسهم أستاذنا السيد أحمد خلف على كلماته الطيبة التي تقدم بها. وكانت رحلة بدايتها، نحن الآن في بداية الرحلة، رحلة ممتعة وجميلة جدا، وقد أتحفنا السي زاهر بأبياته الشعرية ولكن ذهبت أستحضرها. فأستاذي سيدي أحمد تحدث عن ذكر الله سبحانه وتعالى والتأمل وعبادة الله سبحانه وتعالى من خلال التأمل في الكون، ويعني عبادة الله والتأمل وذكره يكون في الكون وباللسان. وهنا أستحضر حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الله باللسان، حديث حسنه الإمام الألباني، فلما توصل الألباني إلى تحسين هذا الحديث سجد شكرا لله. هذا الحديث هو أن رجلا عربيا مر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله علمني خيرا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فعقد الأعرابي على أصابع الأربعة فذهب، فلما سار قليلا تذكر وعاد، فلما عاد قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تذكر البائس، على ذاك الأعرابي. فعاد إليه فقال له: يا رسول الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا لله، هذه لله، وماذا لي أنا؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أعرابي، إذا قلت سبحان الله قال الله صدق عبدي، وإذا قلت والحمد لله إلى أن وصله الله أكبر قال صدق عبدي، وإذا قلت بعدها اللهم اغفر لي قال الله قد فعلت، وإذا قلت اللهم ارحمني قال الله قد فعلت، وإذا قلت اللهم ارزقني قال الله قد فعلت. فعقد الأعرابي على أصابعه السبع ثم انصرف. إذن فنحن نحمد الله سبحانه وتعالى بالتأمل ونحمده باللسان، فرصة ممتعة مع أساتذة الفضلاء، تمنى أن يديمها علينا وأن نجدد اللقاءات مرة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله. مبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبته أجمعين. وبعد، فما عساي أن أقول إلى كما قال الشاعر: وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. فشيوخنا هم النهار الذي لا يحتاج إلى دليل. وامتثالا لقول الشاعر أيضا: إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. والذي أستطيع قوله أنا هو: أسأل الله عز وجل أن يبارك في أساسدتي وشيوخ الفضلاء وعلى رأسهم أستاذي وشيخي سيدي أحمد خلف على مجهوداته الجبارة التي يقوم بها. فإذا كان الناس يقولون إن وراء كل عمل جنود خفاء، فأستاذنا هو جندي الخفاء والعلن، ليس جندي الخفاء فقط، هو جندي الخفاء والعلن. فلذلك أسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وأن يسدد خطاه وأن يبارك في جميع أساتذتي. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا، جزاك الله بخير. قل ما شئت. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. وبعد، في البداية كنت محظوظا، كنت سأحرم من هذه الرحلة
نعم، وبتوفيق من الله عز وجل كنت مع هؤلاء الأطر التربوية والإدارية. الذي سأقوله هو أن أقدم الشكر لأستاذنا الفاضل ولأساتذتي الأفاضل أيضا، ونسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذه الرحلة في هذا الجبل أن يجمعنا يوم القيامة مع حبيبنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. شكرا للحضور الكريم، نتمنى لكم الرحلة ميمونة، ولكن بالنسبة لي أن هذه الرحلة وهي رحلة بعدها، ليس بعدها رحلة، لأنها رحلة إلى عين المو، وهي قد كلفتني كثيرا، لأن كنت أظن أنني سأتي إلى مدينة العيون ثم بعد ذلك أكون مع إخواني رفقتهم في سيارتهم، ولكن كل ما كنت أظنه أصبح عكس ذلك. ونتمنى لكم الرحلة ميمونة وموفقة إن شاء الله، ولكن هذه الرحلة إذا كانت مثل هذه الرحلة لن أكون مشارك فيها أبدا، لأن أستاذ الفاضل كنت أظنه سيأتي بسيارته، ولكنه تخلف عن سيارته وأتى بسيارات رفقة مسلم. وشكرا لكم. أولا جزا الله الإخوة على هذا التنظيم لهذه الرحلة المباركة في هذا المكان المبارك. حقيقة خليته يكمل ساعة وما رحم. جزا الله الإخوة الكرام على هذا التهيئة لهذه الرحلة المباركة في هذا المكان الجميل الرائع. حقيقة كمثل أحد الأشخاص، كنا في مكان في رحلة وكان الإخوة يتحدثون، كل واحد منهم يقول شيئا ما يتدخل، فأحدهم تخصصه كان بعيدا عن تخصص هؤلاء، كان تخصصه الحقوق والباقون تخصصهم يعني في منهم تخصصه في الدراسات وفي الآداب، وفي كل تدخل وأدلى بدلوه في المقام، إلا أنه حينما أخذ الكلمة فأخذ يتحدث ونحن لم نستطع أن نفهم شيئا كان يقوله، كان يتحدث فقط، كان يريد المداخلة فقط. كذلك أقحمتموني في أن أتدخل وأقول كذلك ما لم يكن معد، الله أعلم. كذلك في أحد الرحلات أيضا، يعني هذا ما يعني لازال عالقا في الذاكرة، في أحد الرحلات مع بعض الشباب يعني طوحت بهم السنون يعني في أماكن مختلفة، من بين الأمور كانت الرحلة 3 أيام فيها مبيت وكان فيها حراسة، وأحدهم كان متحمس ونشيط إلى غير ذلك، وأفعل فجاء دوره في الحراسة، وكانت معنا البرويطة فكانت نوبتي معه، فأخذت نصف الليل ثم ذهبت للنوم فأخذ النصف الآخر، فلما استيقظت وجدته نائما في البرويطة. يا ودي اللي غادي يدفع علينا العدوية. الحراسة. كذلك بين كذلك الرحلات كنا كذلك مجتمعين على الأكل، وكان المائدة فيها دجاج، وأحدهم كان يوزع يعني فلان نصيبه فقلنا نصيبه ولا يعني كنقول الجلدة، يعني أخذها فقال هذه الصفيط ما لفلان. كل ما أتمناه
لكم أيها الإخوة رحلة ميمونة طيبة، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لأن نتأخى وأن نتكاتف فيما بيننا. هذا عمل رائع فيه زيادة في أخوة وفي المحبة، ونسأل الله سبحانه عز وجل أن يوفقنا ويوفقكم لما فيه صلاح الدنيا والآخرة. وسأل الآن إلى الشيخ السي محمد، ماذا جادت به قريحتك؟ فليتفضل.